مرحبا مرحبا تفضل. مبارك سعود العتبة الجديدة مع بنك الصفا ياك؟ الله يبارك فيك. تماما بنك الصفا هما اللي شجعونا. ياك ماشي انا اللي شجعتك. وكي دازت الامور؟ ما عندي ما نقول، تنصحوك في اختيار الدار وفي العديد من الامور. وشكون اللي وراهم ليك؟ هلا يخطك عليا، هي اللي دارت وسولت على الثمن واكدت لي بانه ثمن مناسب. شي حاجه اخرى؟ صراحه بالنسبه لينا كل شيء داز مزيان. بنك الصفا سلم جرب. انا اختاريت بنك الصفا باش نحط فيها فلوسي ونمول داري، وتيظهر لي هذا هو الانسجام الحقيقي مع المبادئ ديالي.